سلام البنات، اليوم جيت نقدم معكم واحد الاكله خفيفه ديال الجناح نتاع الدجاج بصوره كتوجد. المهم الدجاج على حسب الاختيار شنو بغيتو نتوما. الا ما كتاكلوش الجناح فالضروره تستعملوا الفخيدات ولا شنو ما كان. المهم كتستعمل حتى الدجاجه كامله كتصلح هذا الوصفه. المهم هو هذا على حسابكم نتوما شنو ما بغيتو. كنحتاجو في العطريه اللي كنديرو له راس فص نتاع الثوم ومليحه، قزبر يابس بزيت، سكنجبير، ابزار، واحد راس معلقه ديال العطريه نتاع الهنود كتكون حاره شويه. المهم كتطلع هنا كتجي واعره. كنحتاجو زبيده، هذه الزبيده كنديروها غير في التالي. كنحتاجو دانون طبيعي، كنحتاجو مطاط، وكنحتاجو سيترون. انا ما عنديش سيترون، غنقدي غير بهذا. الله غالب الصراحه، الحامض زوين وعندنا زويته بلديه. غنديرو هاد العطريه هنا ياك، وسمحوا لي دائما كنقول لكم خدامه بيد وحده. كنتمنى تجربوها، الله يرعي وصفه غزاله صراحه، كيجيو بنانين. هانتوما كتشوفوا شحال درت ديال المطاط. غنديرو السيترون، ضروري خصو يكون عندكم حامض. هذا انا راني اول مره غنديرو، غير غنعود به. وغنديرو دانون، غنحركو هاد الشيء. والله كان غتجربو هاد الوصفه هادي، الا البنه ديالي الا غزاله غتبقاو ديما ترحموني عليها. غتقولوا لي علاش خلطت هنا، نقول لكم لحقاش غيبقى داكشي تما، من الاحسن غيبقى تما في البلاصه فين غنديرهم. من بعد ما حركت هاد العطريه وهاد العيبات غنبقى ندير بحال هكا. وغنخليهم يتشرملو شحال ما كان عندكم الوقت، شحال ما جاو زوينين. كنتمنى يكون كلشي باين. هو هذاك ايوا يا البنات، وقبلوا عليا على هاد الوصفات اللي كندير لكم. وكنتمنى ما تنساونيش من لايك، وما تنساونيش من البارطاج، وتعتبروني اختكم. دابا غنحبس، غنوري لكم شنو درت في الثاني. هانتوما يا البنات، من بعد ما ساليتو كامل درت عليه هاد الزبيده ياك. عندكم الاختيار باش ما ديروش هاد الزبده كامله، حنا كنبغيو شويه ديال لاصوص. بامكانكم ديروا غير معلقه نتاع الزبده وعلى حسب القياس شحال عندكم. ودابا غندير عليها واحد الخويط نتاع زيت العود، الزيت البلديه. نخليها حتى ترقد مزيان ياكل البنات. غنغطيها دابا حتى ترقد مزيان، ومن بعد ما غنجي نديرها في الفران غندير لها واحد الكاس ديال الماء، نخليها تطيب ساعه ونص ديال الوقت. ابخي نطلعها فوق نخليها تحمر. يلا على ما توجد انا نوريكم. ها رجعت معكم يا البنات، غير نوريكم
لان راه من بعد واحد الساعه وقسماين راه طابو، دابا غنشعل عليهم باش يتحمروا. دابا غنشعل الفرن الفوق باش يتحمروا ونوري لكم الشكل النهائي. راه كيجيو لذاد وبنان. يلا خليكم معايا غنديرهم يتحمروا، غنطلع هاد الشبكه الفوق ونخليهم يتحمروا مزيان نوريكم الشكل النهائي. البنات ها المقيله ديالي من بعد ما طابوا الجنيحات ديالي، ها هما راهم تحمروا كيتهم من تحت ومن فوق. شوفوا كي كيجي روعه، يا سلام. شو المريقه كي كتبقى خاتره، يمكن لكم ترافقوهم باش ما بغيتو بلي فخيت بالروز بالسلطه باي حاجه. كنتمنى نعجبكم اليوم في هذا الفيديو وتشجعوني، ما تنسونيش من البارطاج ومن البصيمه ومن الاشتراك. عافاكم، خليت لكم راحه الله، تهلاو في راسكم، مع السلامه. يلا باي باي.